Einen schönen guten Tag, Ahla und Sahla Fikon, La Hada Dars, Malumat Mumta, اليوم معكم بيتر. بس بدي احكي عن اللغات، كيف نحكي عن اللغات يعني. اوكي؟ لأنه كثير بسمع كل يوم عن طلابي بيستعملوا اللغات بشكل غير صحيح. يعني هذا بدي اشرح شو قصدي. هلا بالعربي بنقول في اللغة الألمانية مثلا، في اللغة الألمانية. بالألماني ممكن أقول إم دويتشن أو أوف دويتش، خلاص. لا تقول أوف دويتش براخة، أوف سبراخة دويتش، إن سبراخة دويتش، كله غلط، كله غلط. أوكي؟ إم دويتشن أوف دويتش، هاي أفضل شيء. هلا ممكن نسأل، في ساكت مان داس أوف دويتش؟ كيف بنقول هذا بالألماني؟ أو في ساكت مان السيارة auf Deutsch مثلا، او في ساكت مان داس auf Arabisch. ولكن هاي سؤال وهاي سؤال، بدنا نحط إشارة استفهام دقيقة. واحد Fragezeichen Fragezeichen. هلا أنا بحكي ألماني، أنا بحكي اللغة الألمانية. Ich spreche deutsche Sprache. Ich spreche Deutsch. خلاص. أكيد لاحظتوا إنه أول حرف كبير، لأنه لغة، إذا حكينا عن اللغة بس اللغة. Ich spreche Deutsch. الأول حرف يكون كبير. Ich spreche Deutsch. يعني أنا بتكلم ألماني أو اللغة الألمانية. واللغة الألمانية صعبة، Deutsch شوية. خلاص. نحن ممكن نقول إذا بدكم دي deutsche Sprache. هلا deutsche صارت صفة، دي deutsche Sprache هون الاسم، بس في هذه الجملة deutsch الاسم. اوكي، منشان هيك حرف كبير، بس هنا deutsch صارت صفة. نحن فينا نقول ich spreche die deutsche Sprache او Die deutsche Sprache ist schwer. Was adet denn? Was wenn du Deutsch ist schwer? Ich spreche Deutsch, okay? Was ist er? Bitcoin et ulu, mittel bil arabi, ana bhab al-lugha al-almaniyya. Ich liebe die deutsche Sprache, masala. Ena. Mittli ana, ich liebe die arabische Sprache. Al-hub al-mutabadil. Na. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.